العميد فلاح يسري مدير شرطة الحمدان. يا سيدي العميد يسري محمد سردار مدير شرطة تابي تمام. سيدي قيادة شرطة محافظة نينوى ترحب بأي جهد يخدم المحافظة ويخدم قيادة الشرطة. قلوبنا قبل أيدينا مفتوحة للجميع. التفتيش هو تقويم لعمل الدائرة وكذلك إصلاحي لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات. يوجد في قيادة شرطة محافظة نينوى 22 مديرية قسم موزعة بمعدل 5 أقسام داخل محافظة نينوى وبقية الأقسام موزعة خارج المحافظة. كما يوجد لدينا 107 مركز شرطة، 37 مركز داخل المحافظة و70 مركز خارج المحافظة من ضمنها الأقضية والنواحي القريبة من محافظة نينوى. بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بتحرير المحافظة بفضل دماء الشهداء وتضحيات القوات الأمنية بمختلف مسمياتها، شرعت قيادة شرطة محافظة نينوى بالتنسيق مع الإدارة المحلية وقسم الأشغال في وزارة الداخلية، والجهد الكبير كان لمنظمة اليو ان دي بي. استطعنا ولله الحمد إكمال 90% من البنى التحتية. إخواني الأعزاء، باسمي وباسم أعضاء لجنة التفتيش يسعدني ويسعدني جدا أن أكون هذا اليوم في مديرية شرطة محافظة نينوى وبين أروقتها. وأنا أحاول أختصر حتى نستفاد من الوقت، لأن أنا هذه المحافظة تشرفت أن فتشتها قبل عامين، وإن شاء الله التوصيات اللي انطيناها والملاحظات إن شاء الله كان العمل بها بشكل جدي من قبل الأخ قائد الشرطة ومدراء الأقسام ومدراء المديريات. راح نشوف إن شاء الله الأمور متحسنة نحو الأفضل.